ب 2018 زرنا الولايات المتحده الامريكيه. نعم. فكان يعني ضمن مش يعني وفد معين، فاحد الاخوه استضافنا يعني، فدي يودينا الولايه فيرجينيا. طيب اني صحت قدام، ففتح الصندوق مال سياره يعني نسميها تشيك ماشا او الحافظه، فتحها لقيت شايل مسدس. فاني استغربت، اني وين انا؟ يعني بامريكا يعني شنو شايل؟ هاي شلون سامحي لك بهذا السلاح؟ قال هنا استاذ المناطق البعيده المتطرفه اللي عندها مزرعه اللي هذه من حقه يقتني مسدس، لكن شلون اسلوبهم؟ قال لي هذا المسدس الدوله تعرف به وناطيني اجازه به ومسجل الدوله، واي جريمه تصير فورا يستدعوه، يعني معرف.